الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، ويعني يوم جديد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني أنا فرحان النهاردة بحاجتين. أول حاجة بالجمهور اللي موجود معانا هنا بيحضر معانا التصوير، لأن من الحاجات الجميلة إن الجمهور اللي حاضر يعني من ست بلاد عربية، في من البحرين وفي من فلسطين وفي من لبنان وفي من سوريا وفي من مصر، وفي اللي إحنا فرحانين بيهم قوي أهل المدينة اللي موجودين معانا هنا، فرحانين بيهم قوي اهل المملكه. والحقيقه الحاجه الثانيه برضو اللي احب اقولها في البدايه، ان بعد حلقه امبارح كل شويه حد يتصل بيا او على الانترنت، الشباب سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي امانه تسلم لي على رسول الله. فطبعا يعني الواحد بص لقى، وانا الحقيقه ببقى حريص ان انا قبل ما اجي لكم هنا وابقى قاعد قدامكم اخر حاجه اعملها ان انا اروح اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كده استشعر ان انا محمل بامانه ضخمه جدا، واقف كده امام بيت النبي املعي واستشعر هذا المعنى. فانا عملت حاجه عشان اريح الناس كلها، قلت له يا رسول الله كل اللي بيشوفونا بيسلموا عليك يا رسول الله. فقلتها كده وحسيت ان شاء الله واحد واحد يكون وصل سلامه، وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسلم علينا واحد واحد باسمائكم، فوصل السلام من الجميع. حلقه النهارده عباره عن مقدمه وبعدين سؤال وبعدين طفولة النبي وبعدين شباب النبي حتى الزواج، ونقف على كده. يعني حلقة بكرة هنبدأ نتكلم في بعثة النبي أو بداية الرسالة أو بدء الوحي، لكن خلونا النهاردة نمشي مع هذه الأحداث. تعالوا نبدأ الأول بالمقدمة، والمقدمة رقيقة زي ما احنا متفقين كل يوم كده نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنهاردة الحقيقة فكرت المقدمة تكون إيه، فقلت شكل النبي صلى الله عليه وسلم. حد عارف شكل النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني حد اكيد انت نفسك عايز، كان نفسي اشوف النبي ونفسي اعرف شكل النبي ايه. فالحقيقه وصف النبي موجود في الكتب كتير، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك متوسط الطول بين الرجال لا هو، يعني اذا رايته بين الطوال لم تستقصره، واذا رايته بين القصار لم تستطوله، ابيض الوجه مشرب بحمره، متناسق الجسد ليس له بطن، شديد سواد الشعر، شديد سواد اللحية، شكل النبي صلى الله عليه وسلم. بس أنا عارف إن أنا بقول الكلام ده أنت مش شايف برضه، مش متخيل، مش كده يعني، ده وصف النبي بس أنت عايز تشوف يعني. فأنا الحقيقة ربنا هداني لثلاث قصص في السيرة تخليك تشوف، وصفة سحرية يعني، دي هدية للناس اللي بتسمع النهاردة وموجودة معانا النهاردة. عايز تتخيل شكل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الثلاث قصص دول. انا مش هوصف لك الحواجب شكلها ايه والشعر شكله ايه والوش شكله ايه والطول والعرض، انا مش هقول لك ده، انا هقول لك ثلاث حاجات تخليك كانك شايف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فكده ايه، فكر في الحكايه دي، وكل ما تبقى نفسك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم افتكر الثلاث حاجات دول، ثلاث قصص. القصه الاولانيه قصه لواحد اسمه عبد الله بن سلام. هو كان يهودي كان عايش في المدينه، وعبد الله بن سلام قالوا له ده نبي العرب جاي المدينة، وهو كان لسه ما شافوش قبل كده، فأما حضر 10 أسئلة. عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود وعنده يعني تفاصيل صفة نبي آخر الزمان، فقعد بقى يجهز 10 أسئلة، هسأله 1 2 3 4 5، هيجاوب هعرف على طول من الإجابات هعرف. فخد ابنه معاه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي جاي، فأول ما بص في وش النبي قال هذا رسول الله. ما سألش. يعني إيه؟ شاف الوش. فابنه بيقول له يا أبتي لم تسأله؟ قال يا بني هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الوش ده مش وش كذاب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ها قربت الشعور شوية. طب شوف القصة الثانية. القصة الثانية لسيدنا جابر بن عبد الله. بيحكي سيدنا جابر بيقول أنا كنت ماشي في المدينة في ليلة مقمرة، فماشي كده وعمال ابص للقمر وعجبني قوي شكل القمر، عمال ابص للقمر، فبينما انا انظر للقمر اذا رسول الله قادم من جهه القمر. فاهمين النبي جاي من الجهه اللي القمر طالع منها اللي انا كنت ببص لها. فعلى طول عمل ايه جابر بن عبد الله؟ بدا يبص فوق ويبص تحت، يبص فوق ويبص، يقول فجعلت انظر الى القمر ثم انظر الى وجه رسول الله، انظر الى القمر كاني في مقارنه. يقول جابر فوالله لا رسول الله أحسن في عيني من القمر. شايف الوجه عامل إزاي؟ ما قالش أحلى، في حاجة في الوجه نور غير عادي. طب اسمع القصة الثالثة بقى، دي اللي تخليك كأنك شايف النبي صلى الله عليه وسلم خالص. يعني عبد الله بن رواحة من شعراء العرب اللي لغته متميزة للغاية، ف
فبعد وفاة النبي التابعين بقى بيقولوا له صف لنا رسول الله. آسف، واحد بيسأله هو مات قبل النبي، بيقول له صف لنا رسول الله، اوصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل أم قايل إيه؟ قايل حتة كلمة تريحك على الآخر وكأنك شايف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا رأيت رسول الله قادم من بعيد تقول طلعت الشمس. عارف الشروق؟ عارف منظر الشروق؟ أهو ده. حد يا جماعة حضر منظر الشروق قبل كده؟ أكيد حضرت منظر الشروق قبل كده. بتبقى حاسس بإيه ساعة الشروق؟ جمال طلعت فأنت لما تلاقي النبي جاي من بعيد كأنك شايف لحظة الشروق. بس خلاص عرفت الوجه عامل إزاي؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ها حبيته بقى؟ تخيل هذا المكان اللي احنا بنصور منه مشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيته عند المنارة اللي انتوا شايفينها على الشاشة دي، هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فشفت الوجه عامل ازاي؟ دي كانت المقدمة لعلك كده متخيل الوجه. تخيل بقى لما يحضنك يوم القيامة يا عم بقى، تخيل لما ياخدك في ايدك بقى ويقولك تعالى موريكي قصرك في الجنة، انت جارتي في الجنة. يا سلام، وكل ما تفتحي حضرتك شباكك الصبح تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قدامك في يعني في القصر اللي قدامك. على فكرة يا جماعة، كلمة عبد الله بن رواحة إذا رأيت قلت طلعت الشمس لا علاقة بقصة عجيبة قوي. عارفين ايه القصة العجيبة قوي؟ هو النبي اتولد امتى؟ يوم 12 ربيع الأول. الساعة كام؟ يعني الساعة كام؟ مش عارف. يقول لك ساعة شروق الشمس بتاع يوم 12. فهو وجهه وهو اتولد ساعة شروق. وشوفوا سبحان الله أن يولد، شوف اختيار ربنا لحظة مولده، ده شروق للشمس، ده شروق للأرض. إذا كانت الشمس بتشرق كل يوم، فمولد محمد صلى الله عليه وسلم إشراق للأرض كل يوم ليوم القيامة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص خلصنا المقدمة، ندخل على السؤال. ايه السؤال؟ السؤال على جالي من الشباب اللي احنا قلنا ادخلوا معايا بعد الحلقة على الانترنت ونتكلم مع بعض وتقولوا لنا رأيكم. فبعتوا امبارح اسئلة كتيرة، منها سؤال اتكرر كتير. بيقول السؤال: انت قلت امبارح ان معجزة ابرهة كانت اخر معجزة، ومن ساعة بداية النبي ومولد النبي انتهى عصر المعجزات وابتدى عصر العلم. امال فين معجزة الاسراء والمعراج؟ وفين انشقاق القمر؟ فهم صح وانا صح، يعني ايه هم صح وانا صح؟ صحيح يا جماعه ان كان في معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها معجزات ما تغيرش الاحداث. فاهمين عايز اقول ايه؟ مش معجزه تعمل انتصار حاسم، لا. ما فيش عصا موسى فيتشق البحر فيبلع فرعون ويعدي المؤمنين، لا 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 لا، دي مش هتحصل. ما فيش ابرهة تيجي طير ابابيل تموت الكفار وينهزموا فاهمين؟ ما فيش كده. مال المعجزات في عهد ما فيش سفينة نوح، مال المعجزات في عهد النبي ايه؟ معجزات لتثبيت المؤمنين، زي الإسراء والمعجزة والمعراج لتثبيت النبي بعد اللي حصل له في الطائف من إيذاء، تثبيت المؤمنين، زي انشقاق القمر أو إثبات إن هو نبي. لكن تغير الأحداث؟ لا. تغير النتائج؟ لا. النتائج هتتغير بإيه؟ هتتغير بجهد البشر. أنتوا المعجزة. كده كده الصورة وضحت. إذا معجزات النبي لتثبيت الإيمان وليس للتخطيط. ما فيش معجزة تغير نتائج معركة، ما فيش معجزة حتى نزول الملائكة في غزوة بدر تكميل لدور المؤمنين، لكن مش هم اللي عملوا الانتصار الحاسم بيد المؤمنين. فموضوع مش معنى كده يا جماعة. اوعى تفتكروا من كلامي ان انا بنكر المعجزات. ما انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نقول احنا عايزين نقلد تجربة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيش حد ويقول يا عم ده هو كان النبي ومؤيد بالوحي واحنا ما عندناش وحي، يبقى ما فيش لا نهضة ولا هنقوم على رجلينا، هنفضل واقعين، ده هو رسول. ما احنا بنحكي قصته ليه لما هي غير قابلة للتقليد؟ صح ولا لا؟ لو هي تجربة معجزة ما فيش، يبقى خلاص يبقى ما حدش يقلد. خلي بالكوا ده نبي اخر الزمان، فما ينفعش يبقى في معجزته. احنا معجزة كل نبي تنتهي بموته زي سيدنا موسى وسيدنا عيسى، لكن معجزة النبي لازم تبقى مستمرة. طب ما النبي مات، يبقى ايه معجزته؟ معجزته رجالته، معجزته ستاته، معجزته ناس تنفذ الكلام ده. عشان كده كان لازم حياته ما يبقاش فيها معجزات بتغير الأحداث، التخطيط يغير الأحداث. طب ما للوحي ايه؟ الوحي هو المنهج اللي يمشي عليه، والوحي لينا كمان، ما هو القرآن موجود لينا. فاهمين انا عايز اقول يا جماعه؟ طيب خلصنا السؤال، بس السؤال ده مهم قوي عشان ما حدش يجي يقول لي يا عم ما نقدرش نعمل زيه لان هو مؤيد بالوحي واحنا لا. الوحي ادانا المنهج، اداله وادانا المنهج، القران موجود بينا. لكن هو عمل ايه؟ هو عمل التخطيط والجهد والصبر والتعب والدماء والعرق والبذل والتضحيه، فجاء النصر. ماشي، اتفقنا على الحته دي. تعال ندخل في النقطه الثالثه، نبدا بقى نعيش مع طفوله النبي صلى الله عليه وسلم.
نبدأ منين؟ نبدأ من الرضاعة، نبدأ من حليمة السعدية. هو إيه اللي حصل؟ هو اللي حصل إن قريش عندها عادة عجيبة قوي. إيه هي؟ إن الولاد الأطفال بتوعها ما يرضعوش في مكة عند أمهاتهم، ما يرضعوا فين؟ يطلعوا في البادية في الصحراء عند القبائل اللي عايشة في البادية في الصحراء ويرضعوا هناك. ليه؟ أصل قريش عندها وجهة نظر إن التربية جوه مكة دي تربية مغلقة في أماكن مغلقة، خليهم ينطلقوا في المكان الواسع، خلي الأطفال في بدايتهم يبقوا في بيئة صحراوية هواءها نقي وبيئة مفتوحة. إيه ده، هي قريش كانت بتفكر كانت متحضرة كده وعندها الرؤية دي؟ ده احنا عيالنا غلابة دلوقتي يا جماعة. العيال يعني بتربيها في علب سردين، الشقق المقفلة دي اللي علب السردين ومتقفلة على العيال، والولد ما عندوش رؤية، وغير بقى التلوث البيئي، حط بقى سحاب الدخان والناس مش عارفة تشم والعيال ما تطلع ضايعة خالص. تخيل قريش كانت بتفكر ازاي أول سنتين دول عشان يطلع الولد جسمانيا وفكريا متميز، خليه يطلع للصحراء. ياه، قريش كانت بتفكر كده؟ بالله عليكم يا آباء ويا أمهات، ايه رايكم؟ مش هنغير بيوتنا يعني، لكن ايه رايكم ان انتوا كل اسبوع تاخدوا ولادكم وتطلعوا لمكان مفتوح عشان الولد، ما احنا بنقول السيره وبنقول نستفيد ايه؟ عشان الولد يطلع كده عنده رؤيه. خلي بالكم، رؤيه الاماكن المفتوحه بتدي عمق في الرؤيه، ورؤيه الاماكن المغلقه بتدي قصور في الرؤيه. نفسيا وعقليا بيحصل كده، عايزين ولادنا يبقوا كده. انا بحب قوي اخواننا في الخليج ان يطلعوا كل اسبوع البر، البر يعني الصحراء، ياخدوا ولادهم ويطلعوا، يقولك طالعين البر عشان الولاد يشوفوا بيئه مفتوحه. يا ريت اهل مصر واهل سوريا واهل المغرب ياخدوا ولادهم كده كل اسبوع في فسحه، يشوف فيه السماء، يشوف خضره، يشوف حتى صحراء، بس يشوف مكان مفتوح ممتد. حاجه نتعلمها من قريش، دمها خفيف ولطيفه وفيها بعد فكري وعقلي. طيب قريش بتودي ولادها عند مين؟ اي حد كده في الباديه؟ لا لا لا، ده في قبيله معينه عايشه في الباديه اسمها قبيله بني سعد. الستات بتوع بني سعد مرضعات، شغلتهم مرضعات، ينزلوا كل سنه على مكه في موسم معين ياخدوا الولاد من قريش، وقريش كانها متعاقده مع مين؟ علشان مش هيدوا ولادهم لاي حد كده، لا ده في اتفاقيه مع بني سعد يعني، ياخدوا الولاد يرضعوهم يرجعوهم بعد سنتين ويبداوا يزوروهم. طب المرضعات دي بتاخد فلوس، الاجر قليل قوي، الاتفاقيه ان الاجر هنديكوا اجر قليل. طب ما ايه اللي بيقوم عليه يعني يرضعوا ليه؟ الحاجه الاساسيه اللي قايمين عليها مش الاجر، امال ايه؟ الهدايا اللي بيديها اب الولد للمرضعات، يغرقهم هدايا يرضعوا له ابنه كويس. ياخدوا الولد، بس المهم الهدايا تبقى كتير. جت المرضعات مكه بيدوروا على مين؟ على اب غني عشان يدي هدايا، لان احنا متفقين ان الاجر قليل، حتى لو اتفقنا على الاجر يعني هم بيدوروا على اللي هياخدوه بعد الاجر، ما انت ممكن تتعاقد معاهم تديهم الفلوس، طب والهدايا اللي جايه بعد كده؟ فكل ما يعرفوا ان في ولد يتيم اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه؟ مش عايزينه. مش عايزينه ليه؟ يا عم احنا قايمين على الهدايا، ابوه مش موجود، مين اللي هيدينا هدايا؟ ما نضمنش جده، صحيح جده راجل عظيم وكل حاجه، لكن ما نضمنش، مش عايزينه. حاول تتخيل اللقطه دي، المرضعه الاولى، الثانيه، الثالثه مش عايزاه، الخمسة، السادسة مش عايزاه، خلصوا المراضع مش عايزينه، مشوا المراضع وكل واحدة خدت ولد مش عايزينه، إلا واحدة ما لقتش حد خالص، ما لقتش، فاضطرت ترجع تاخده. يا ده سيد الخلق. خلي بالكو، ده اللي النهاردة كل الناس بتحسدنا إن إحنا عنده هنا. خلي بالك، ده اللي المراضع زهدوا فيه، هو اللي كلنا لما بنيجي في الدعاء ونقول يا رب اجعلنا رفقاء النبي في الجنة، الصوت امين دي بتكسر الدنيا. ايه ده؟ عشان تتعلم ان الملك ملك الله، واللي النهاردة الناس مش واخدة بالها انه له قيمة ممكن يكون عظيم عند الله وغالي عند الله تبارك وتعالى، وعشان تتعلم ان المعز المذل هو الله، وعشان تتعلم ان الله قادر ان يرفع ناس ويضع ناس. ياما ولاد اتولدوا في بقهم معلقة ذهب وما يسووش عند الله شيء، وياما ناس اتولدت ملهاش قيمة زي يوسف، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، ما يسويش كتير. يا خدته حليمة، تعالوا نسمع حليمة بتقول ايه، يعني تعالوا نسمع حليمة هي بتحكي على قصتها لما خدت النبي. فبتقول ايه؟ فبتقول فقدمنا مكة هي والمرضعات، فما من امرأة منا من بني سعد عرض عليها رسول الله فتأباه، مش عايزاه، وكان يتيما فكنا نقول ما عسى ان نصنع بامه وجده، هيعملوا لنا ايه امه وجده؟
حتى لم يبق من صواحبي امرأة إلا وأخذت صبي إلا أنا، فكرهت أن أرجع إلى بني سعد دون أطفال، فذهبت وأخذته. فقال لي زوجي: والله ما أراك يا حليمة إلا أخذت نسمة مباركة. شوفوا الراجل نفسيته سهلة إزاي، والله شكل خدت الرضيع ده شكله غير عادي. خدته بتقول: فما إن حملته بين يدي حتى أقبل على ثدي يرضع، وما كان يعني أنا ما كنتش عارف أرضع قبلها، فأقبل على ثدي يرضع فرضع، فإذا بابني بقى اللي هو من بطنها أحمله في يدي الأخرى، فأقبل على ثدي الآخر يرضع، فعدنا إلى ديار بني سعد فرضع مرة أخرى، فرضع ابني بعد رضاعته، بقى ابني يمشي ورا. يقول: فاستيقظنا، فقال لي زوجي: ألم أقل لك أخذنا نسمة مباركة؟ الولد ده مبارك. تقول: وكانت ديار بني سعد في هذه الأيام صحراء جرداء، نرعى بالغنم فنعود ولا نجد أي لبن في الغنم، فكانت غنمي تذهب لترعى فتعود وقد امتلأت، فيشرب محمد ويشرب ابني صلى الله عليه وسلم. حتى لدرجة ان بقيت الناس بتوع بني سعد، بقيت الرعاب بني سعد بقى يقولوا لبعض: ايه، ارعوا خلف يعني غنم حليمة السعدية دي، كل ما تروح حتة ترجع بلبن. فبقت حليمة السعدية الغنم بتاعتها تمشي، وكل بني سعد الغنم بتوعها وراها، ما حدش يرعى في حتة تانية غير اللي فيها حليمة السعدية. وعاش معاها سنتين، وبتحكي عنه حاجة عجيبة قوي، بتقول: وكان يشب شبابا، كان بيكبر بسرعة غريبة، يشب شباب الصبي الذي يشب في شهر يشبه في يوم، ويشب شباب الصبي الذي يشب في سنة يشبه في شهر. يعني أكيد مشي أسرع واتكلم بدري، وأكيد بقى يقول جمل ما بيقولهاش الأطفال الصغيرين أنضج. يشب شبابا، وفضلت ترعاه لمدة سنتين لغاية ما رجع لأمه. هو عنده كم سنة دلوقتي؟ سنتين وشوية. بس أقول لك حاجة، تعال نقفز الزمن. يعني نقفز الزمن؟ تعال نروح بعد 55 سنة. إيه اللي حصل بعد 55 سنة؟ بعد فتح مكة. يا ده النبي كبر بقى وخلاص، ده انت عديت قوي. أصلا أنا عايز أجيب لك لقطة تحطها تاني، إيه اللي حصل بعد فتح مكة والنبي منتصر بقى والناس كلها بتسلم عليه؟ واحدة ست عجوزة جاية بتتعكز، عندها تقريبا 80-90 سنة، عمالة تبص للنبي وتبتسم. عارفينها مين هي؟ حليمة. حليمة تبص للنبي وتبتسم: يا ده أنا رضعته. عارفين اللي تبقى مرضعتك زمان وتشوفك بقيت عظيم فتبقى فرحانة بيك قوي؟ فالنبي من نظراتها دي مش نظرات كل الناس. فقال النبي: من هذه؟ ما هو آخر مرة شافها وهو سنتين، يعني مش فاكرها خالص. وإيه؟ ويعني يعني تخيلوا يا جماعة لما يجي لك واحد ويقول لك: الست دي كانت رضعتك وانت طفل وانت دلوقتي عندك 60 سنة، يعني. فقالوا له: خلاص بقى يعني، أو كانت بتشتغل ولا تفتكرها، أهلا وسهلا ومع السلامة، مش كده؟ فقالوا: هذه مرضعتك حليمة. فإذا بالنبي يتهلل وجهه ويقول: أمي أمي، ويأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويخلع العباية بتاعته البدلة بتاعته ويفرشها لها على الأرض ويقول للناس: دعوني أتكلم مع أمي ساعة. إيه يا عم؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه. شايف الوفاء يا جماعة؟ شفت لقطة الوفاء دي؟ تعالوا اتفرجوا على الشباب بيعملوا إيه في المدرسين بتوعهم دلوقتي. تعالوا اتفرجوا على الشباب ونظرته للمدرس اللي علمه هو طفل إيه. أمي أمي، ويقعدها ويتكلم عليه. يقولون: فظل ينظر إليها ويبتسم: أمي أمي. لا، أنا أقول لك الوفاء اللي أكتر من كده. بعد ما فتح النبي بعد غزوة حنين وانتصر النبي على هوازن، قبيلة هوازن، وانتصر في حنين وكثرت الغنائم، خدوا منهم، كانت حرب شديدة، فالمسلمين غنموا كتير قوي وكان في سبي كتير قوي، فمعهم غنائم كتيرة. حد وطى على النبي قال له: على فكرة في ضمن الغنائم والسبي دي غنائم القبيلة الحتة دي اللي انتوا انتصرتوا فيها، واحد منهم يبقى أخوك في الرضاعة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الوفاء يا جماعة، قيمة الوفاء. فإذا بالنبي يجمع الصحابة اللي خدوا الغنائم ويقول لهم: إيه، هل تشفعون أن أرد إليهم السبي والغنائم؟ فقالوا: لما يا رسول الله؟ قال: فيهم أخي من الرضاعة. فقالوا: أو تذكره يا رسول الله؟ قال: لا. قالوا: فلما؟ قال: وفاء لأمي حليمة.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك في الوفاء ده؟ فبعض الناس رجعت الغنائم، وبعض الناس النبي بيشفع مش بيأمر، فبعض الناس رجعت وبعض الناس لا، انا عايز اخد الحاجات دي. تخيلوا عمل ايه؟ اقترض النبي مال عشان يدفع لهم الغنائم دي، عشان يرجع الغنائم علشان حليمة وعلشان اخوه في الرضاعة. ممكن اسألك سؤال بقى؟ اخبار الوفاء عندك ايه بقى؟ ما احنا يا جماعة بنحكي السيرة وعايزين، هل ممكن ناس تنجح في الدنيا وما عندهاش وفاء؟ ممكن، بس اي نجاح ده؟ نجاح رخيص، نجاح مش نقي. شفت النبي والوفاء؟ والله ممكن نوقف على كده يا جماعة. شايف الوفاء عظيم قد ايه؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه. ايه رأيكم يا طلبة مع مدرسينكم؟ ده انا مش عايز اقول مع المدرسين، ده انا اسف ان انا اقول الوفاء مع الاباء والامهات. ده احنا حتى مع ابويا وامي ما عدناش اوفياء. تسأل عليهم كل قد ايه؟ لما اتجوزت، الناس المتجوزين بتسألوا على اهاليكم كل قد ايه؟ الناس اللي مسافرين بلاد بره بيسألوا على اهاليهم كل قد ايه؟ الشباب اللي عايشين مع ابائهم في نفس البيت ويدخل يقفل اوضته علشان مش عايز حد يزعجه ويقعد مع نفسه، مش عايز يقعد في وسط العيله ومش عايز يعيش مع ابوه وامه. الوفاء 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 الوفاء. طيب نكمل بعد الرضاعه. يتم النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نعيش كده الاول، نشوف اليتم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. اول اليتم ابوه عبد الله. خلي بالك، عبد الله تزوج امينه، وبعد ما تزوج امينه بشهرين ثلاثه طلع في تجاره، ما كانش يعرف انها حامل. ما كانش يعرف ان في بطنها سيد الخلق. وطلع عبد الله لتجارته في الشام، وهو راجع من تجارته في الشام حب يعمل صله رحم ووفاء. عمل ايه؟ عدى على اخواله في المدينه. اصخلان عبد الله من اهل المدينه. ازاي؟ ما اصل عبد المطلب جد النبي كان متجوز من المدينه. فعبد يا نهار ابيض، ليه متجوز من المدينه؟ ما عشان النبي مش قلنا رسولا من انفسهم، لازم النبي يبقى له اصل في المدينه لانه هيعيش فيها. شوفوا ربنا وتدبير الكون، وشوفوا ربنا بيدبر الكون من قبل مولد النبي، من ساعه ما عبد المطلب يتجوز واحده من المدينه. فيجي عبد الله جد النبي ابو النبي علشان يزور اخواله في المدينه، فهو بيزور اخواله في المدينه يعيا فجاه ويمرض ويشتد الالم، ويموت عبد الله والنبي في بطن أمه ويدفن في المدينة. علشان يا رسول الله انت هتبقى مدينتك هي اللي هينطلق منها رسالتك، فلازم أبوك لازم يبقى لك جدر في هذه البلد. فيدفن عبد الله في المدينة هنا عند أخواله، وتعرف الأم ويعرف الجد. خلي بالكم يا جماعة، العلماء بيقولوا ان أعلى درجات اليتم انك يموت الطفل وهو بطن أمه. يا ترى يا جماعه قالوا للنبي امتى ان ابوه مات؟ اكيد قالوا له بدري، لان هو فاكرين لما كنا بنقول يشب شبابا سريعا كان بينضج بسرعه، اكيد عرف بدري. خلي بالكم، النبي عمره ما حضن ابوه، حرم من حضن الاب. الاب ما حصلش ان هو حضن ابوه، ما حصلش ان هو قال كلمه ابي، ما حصلش. لكن انظر اليه مع ذلك يدي الحنان لكل الشباب. حنان الاب، ويقول للصحابه ايه؟ انما انا لكم بمنزله الوالد. يا سلام يا رسول، مع ان كتير يا جماعه من اللي حرموا من حنان الاب ما يعرفش يدي الحنان، لكن انظر للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قاعد مره في بيته، وهو قاعد في بيته يقولوا له ده زيد بن حارثه جه وكان مسافر، وهو بيحب زيد قوي، كان اسمه زيد بن محمد زي ابنه. فزيد بن حارثه بيخبط، فمن زيد؟ فالنبي كان لابس سروال قاعد جوه بيته، فما كانش لابس حاجه فوقيه. فمن شده فرحته ان زيد جه ما لحقش يلبس عبايه، فطلع يجري عشان يحضن زيد بالسروال. تخيل الفرحة، يعني انت تخيل العاطفة عند النبي عاملة ازاي. فقام واخد زيد وواخده في حضنه، فزيد بيبص ايه ده، النبي صلى الله عليه وسلم مش لابس حاجة فوق، لابس سروال بس. فخده النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال له اوحشتني وحشتني. يا بختك يا سيدنا زيد، تخيل بقى الحضن ده، لو حد من حضراتنا كده ياخد الحضن. بس اصل زيد كان جدع وكان راجل، عشان كده كان بيحبه. انت عملت ايه عشان تاخد الحضن ده بقى؟ وهتعمل ايه عشان تاخده يوم القيامه؟ هو كده هو يحبك ليه؟ يعني هو حد بيحب يا جماعه؟ الناس ما بتحبش بعضها الا لما يكون واحد كده عمل حاجه فيتحب. انت عملت ايه عشان النبي يحبك؟ عايز حضن زيد؟ ورينا افعال زيد.
فيحضن النبي صلى الله عليه وسلم. تجي له بنات صغيرة من بنات الأنصار ويغنوا له أغنية يقولوا له نحن بنات من بني النجار يا حبذا محمد من جار، فيقول لهم أتحب ابنني؟ فيقولن نعم، فيخدهم ويقعد ياخد رؤوسهم بين كتافه ويشد عليهم كده ويقول الله يعلم أن قلبي يحبكن، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم يا جماعة حاجة عجيبة جدا، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم من حضن الأب زي ما بقول لكم، لكن انظر يعني عمال يعطي قد إيه. طيب ده أول اليتم، طب تاني اليتم هو دلوقتي هيعيش فين؟ هيعيش في بيت أمه، هيعيش مع أمه من ساعة سن سنتين لما حليمة خلصت الرضاعة لغاية سن 6 سنين، 4 سنين عايش مع أمه هو وأمه لوحدهم في البيت، ومعاهم الجارية بتاعتهم أم أيمن، جارية من الحبشة أو من السودان بس بيحبوها قوي 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 وعايشة معاهم. هيحصل إيه وهو عنده 6 سنين؟ أمه هتقرر قرار. إيه هو القرار دون؟ هتاخده وتروح بيه من مكة للمدينة 500 كيلو. ليه؟ رايحة ليه؟ عشان يزور قبر أبيه، وحاجة تانية علشان تعرفوا على أخوال أبوه. إيه ده، هي آمنة بالوفاء ده؟ بالوفاء ده لجوزها عايز أزور قبره بعد 6 سنين من موته؟ شايفين الوفاء؟ يا جماعة الحلقة دي حلقة الوفاء. إذا كان حلقة امبارح بتتكلم عن الحق، فحلقة النهاردة بتتكلم عن الوفاء. ما احنا بنقول لكم احنا بنثبت الأخلاق، كأن دي سلسلة الأخلاق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بصوا، وفاء آمنة تاخده وتروح بيه، رايحة بيه على فين يا آمنة؟ هاخده 500 كيلو علشان فين؟ علشان يزور أخواله، وعشان يزور قبر أبيه، وعشان أنا عايز أزور وعايز أعرفه على عيلة أبوه. سامعين يا ستات؟ أنا عايز أقرب ابني من عيلة أبوه. شفت وفاء آمنة؟ هيروحوا هما الثلاثة، هو والسيدة آمنة وأم أيمن، يروحوا. وصلوا المدينة، شايفوا هو واقف على قبر أبيه؟ 6 سنين، 6 سنين ده قبر أبوك. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم وينظر لهذا القبر. يا أول مرة يسافر على فكرة، ما سافرش قبل كده، يعني أول مرة النبي في حياته يسافر عنده 6 سنين. راح فين؟ جه المدينة. سبحان الله، جاي لها النهاردة يتيم وحيرجع لها بعد 50 سنة فاتح عظيم. ربنا مدبر الكون يا أخوانا، انظروا لقصة النبي وانظروا كيف يدير ربنا كونه، حيرجع لها تاني. وخلي بالكم هو فضل فاكر الزيارة دي وهو عنده 6 سنين، إزاي؟ لما رجع لها بعد ما هاجر إلى المدينة قال لهم هنا قبر أبي، وبص على بئر وقال هذا البئر تعلمت فيها السباحة. هو النبي بيعرف يعوم؟ تعلم السباحة فين؟ في المدينة. إمتى؟ لما جه عنده 6 سنين. ففاكر تفاصيل الزيارة. بس تخيل وهو واقف على قبر أبيه، تخيل هذا الإحساس. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم زار قبر أبوه. وخلي بالكم حاجة تانية جميلة، وهو جاي يهاجر وزار أخوال أبوه بني النجار، وهو جاي يهاجر فاكرينه لما نزل المدينة وكل أهل المدينة عايزين ياخدوا الناقة بتاعته، فهو قال لهم دعوها فإنها مأمورة. عارفين الناقة وقفت فين؟ قدام بيت خلانه بني النجار. كأن الله يقول له أنت وفي وسنعضد هذا الوفاء، هنخلي الناقة بتاعتك تقف قدام بيت أخوال أبوك. هو وفي وأمه وفية. عرفتوا ليه هو وفي مع حليمة؟ عشان أمه كانت وفية مع أبوه. يا أباء يا أمهات، لو عايزين ولادكم يبقوا أوفياء معاكم لما تكبروا، وروهم أنتوا إن أنتوا أوفياء مع أهليكم. الابن والله زي ما هيشوفك هيقلدك. إزاي هتطالب ابنك يبقى وافي معاك وبر بيك وهو شايفك مطنش العيلة وما تعرفش حاجة عن العيلة؟ شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفتوا إزاي ربنا أمر الناقة أقف قدام بيت أخواله عشان نعظم صلة الرحم، عشان نعظم الوفاء؟ معنى كبير قوي قوي. طيب خلصنا زيارة المدينة، راجعين من زيارة المدينة هو وأمه عنده 6 سنين، وهم راجعين من المدينة يحصل حاجة شديدة. إيه اللي يحصل؟ تبدأ الأم تتعب قوي قوي قوي، فجأة ألام شديدة تزيد الألام. دول هم في وسط الصحراء، دول لوحديهم. أنا حاول تتخيل اللقطة دي والنبي عنده 6 سنين، وفجأة تبدأ الأم تتعب جدا وتموت. الأم تموت قدام عينين ابنها. انت متخيل اللحظه دي فين؟ في الصحراء مش في وسط الناس. طب انت معاك مين يا رسول الله؟ معيش غير ام ايمن بس. طب مين اللي هيدفنها؟ ام ايمن. يعني شاف امه وهي بتموت، شافها وهي بتدفن. خلي بالك ولسه جاي من لقطه ايه؟ موت ابوه. يعني لسه قبر ابوه قبر امه، يعني المشاهد جنب بعضها خالص، شايف الاتنين قدام بعض بالظبط.
ادي قبر ابي وادي قبر امي، تاني يتم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليه يا جماعه؟ ليه كل ده؟ ليه يا رب؟ سبحان الله. ناس كتير ممكن تسال السؤال ده، والموقف صعب. خلي بالكوا هيرجع المسافه دي كلها ايه؟ 500 كيلو، على فكره اتدفنت في حته اسمها الابواء على بعد 150 كيلو من المدينه. يعني في وسط الصحراء يا جماعه، ومش لاقيين حد، مفيش رجاله يدفنوا، يعني ام ايمن هي اللي هتقعد تحفر، يعني هتشيلها قدام عينيه. انا عايزك تتخيل كل اللقطات دي، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 6 سنين وبيحصل الكلام ده قدام عينيه امي، امي اللي ماليش غيرها. وعلى فكره يا جماعه بعد سنين طويله، عشان تعرف قد ايه كان متعلق بيها، وهو يوم ما هو رايح يفتح مكه يعدي على الابواء اللي فيها قبر امه، فيقول استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فيقف على قبر أمه صلى الله عليه وسلم ويبكي 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 حتى أبكى كل من حوله. يعني حب شديد لأمه، طبيعي، بس تخيل العاطفة عاملة إزاي. كان مدرك كل شيء، على فكرة 6 سنين بس مدرك كل شيء. مدرك ليه يا جماعة؟ ليه حصل له كل ده؟ الإعداد. يعني الإعداد ربنا بيعده. بيعده إزاي؟ أقول لكم بوضوح شديد، يدرك حقيقة الموت والحياة. يا رسول الله اعلم إن الدنيا قصيرة، يا طفل يا صغير يا اللي عندك 6 سنين، الدنيا قصيرة قوي، فاشتغل فيها للرسالة. الدنيا ما تسويش، اوعى تخدعك الدنيا. أبوك مات فجأة وأمك ماتت فجأة، يعني ربنا مش عمل كده قسوة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، ده بيحبه. طب ما ليه حصل له كده؟ لابد ده سيد الخلق يا جماعة، ده اللي هيقود البشرية، لابد إعداده يبقى قوي جدا جدا جدا. لازم يدرك إن يا جماعة في ناس ما بتدركش قيمة الحياة والموت إلا في سن 30 و35، لما يموت لها حد غالي. في شباب عنده 20 و25 سنة الموت بالنسبة له مش مدركه. يعني إيه؟ بعد الشر علينا، ربنا يحمينا كلنا. بس أنا بوريكم إزاي ربنا بيعد النبي علشان ما تخدعوش الدنيا. خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد القصة دي في يوم من الأيام هتجيله إيه؟ هتجيله الشهرة كلها، هيبقى مشهور جدا. ورفعنا لك ذكرك. فلو هو مخدوع، لا، ده أنا عرفت حقيقة الدنيا دي قصيرة، فلما تجيله ورفعنا لك ذكرك وكل الناس تجري عليه ويبقى مشهور جدا، يقوم قايل إيه؟ يقوم قايل مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي، أنا مالي ومالي الدنيا والدنيا مالها ومالي. إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل مشى في يوم شديد الحر فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. عشان ما تخدعوش الدنيا، عرف حقيقة الموت. الدنيا قصيرة والآخرة هي اللي باقية، والموت بيجي فجأة والدنيا ما تسويش، اشتغل للرسالة. اوعى تخدعك الدنيا، عشان كده لا الشهرة خدعته ولا المال خدعه. في يوم من الأيام كان أغنى الناس، جات له غنم بين جبلين، غنم بين جبلين، فجاء أعرابي فبص عليهم وقال له أكل هذا لك يا محمد؟ فقال نعم. فنظر إليه النبي وقال له أتعجبك؟ قال نعم. قال هي لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا، اذهب فخذها. فذهب الرجل وهو يلتفت خلفه، يحسن النبي يرجع في كلامه، فأخذ الغنم وهو ينظر إلى النبي، فذهب إلى قومه يقول لهم جئتكم من عندي خير الناس، إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. ده مش خايف يبقى فقير. الدنيا ما خدعتوش. ليه؟ لأنه هو عرف حقيقة الحياة. الدنيا قصيرة والموت قريب. أنا شفت قبر أمي، أنا شفت قبر أبويا. أمي ماتت في وسط الصحراء، أبويا مات في الغربة عن مكة، وأمي ماتت في الغربة عن مكة. ورجعت الطريق كله من مطرح ما ماتت أمي لغاية مكة لوحدي أنا وأم أيمن عمال أشوف. عرف حقيقة، عشان ما تخدعوش الدنيا، علشان في يوم من الأيام حيملك أمر العرب كلهم. فما تخدعوش الدنيا. يجي له راجل يبص للنبي أعرابي، يجي قدام النبي ويرتعد. ليه؟ فاكره ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطبطب عليه ويقول له هون عليك، فإني لست بملك، أنا مش ملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، اللحمة المجففة، يعني ما كانتش عارفة تشتري لحمة كويسة، كنا غلابة. إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عرفتوا ليه مات أهله؟ وعشان ياخد صلابة، وعشان ياخد قوة، وعشان ياخد قدرة على العطاء. حاجة ترتيب ربنا تبارك وتعالى. يا سلام لو حقيقة الدنيا يدركها السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال واللي بيقودوا البلاد والوزراء، لو يدركوا الحقيقة اللي أدركها النبي وهو عنده 6 سنين،
يا سلام لو طلع عندنا الإعلامي الرباني اللي عارف إن الدنيا قصيرة فحيشتغل لرسالة لإصلاح الأرض، يا سلام لو طلع عندنا السياسي اللي عارف إن الدنيا قصيرة فحيشتغل لإصلاح الأرض، يا سلام لو طلع عندنا رجل الأعمال اللي يدرك حقيقة الدنيا فيشتغل لإصلاح الأرض. عرفتوا ليه النبي مات أهله؟ شفتوا إعداد ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا أعرف يا جماعة أم مات لها ابن، وهي ست غنية جدا ومكانتها متميزة في المجتمع قوي، ومات ابنها 20 سنة، فبسألها بعد سنتين من موته قلت لها إيه أثر موت ابنك عليكي؟ قالت لي فهمت حقيقة الدنيا. هي ست مش كبيرة، هي ست في الخمسينات، لكن بتقول لي إيه؟ النبي بقى فهم الحقيقة وعنده كم سنة؟ 6 سنين، عشان لازم يفهمها بدري. قالت لي فهمت حقيقة الدنيا. قلت لها وانت عايشة ليه دلوقتي؟ قالت لي عايشة عشان أعمل الخير في الأرض لابني. فاهمين يا جماعة؟ يا شباب إذا كنتوا ما شفتوش حقيقة الموت لغاية دلوقتي وحقيقة الحياة، فعلى الأقل فكروا إن في موت، وشوفوا أصحابكم شايفين كمية الشباب اللي بيموت صغير دلوقتي، كأن ربنا بيبعت رسالة فوقه بقى أدركوا حقيقة الحياة والموت. الدنيا قصيرة ما تسويش. البرنامج اللي احنا بنعمله دون ممكن الواحد يبقى فرحان إنه طالع في التلفزيون، بس أنا حموت بعد شوية وحدخل متر في متر والكاميرات مش هتنفع، وفي دود هياكل، وحتنتهي القصة وتبقى الآخرة، والآخرة خير وأبقى. عرفتوا يا جماعة المعنى دون؟ أحيانا يا جماعة تحصل في حياتنا أحداث مؤلمة شديدة ونقول ليه يا رب حصل لنا كده، ووراها خير كبير قوي 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 قوي. شوفوا ابن عطاء الله له كلمة جميلة يقول لك إيه؟ ربما منعك ليعطيك. يمكن ربنا يمنعك عشان يديلك، مش منع النبي، مش خد منه حاجات عشان هيعطيه ورفعنا لك ذكرك. وربما يعطيك ليمنعك، يمكن يديك حاجات عشان مالكش خير في اللي أكبر منها. يبقى تعمل إيه؟ يبقى تتوكل على الله. يبقى تقول له راضي بأفعالك في كونك يا رب، اللي تعمله أنا راضي بيه كله الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم طريق العودة، ها راجع يا رسول الله، هيوصل لفين؟ تخيل بقى طول السكة عمال يفكر إيه اللي بيحصل ده وهو لسه طفل. شايفه وهو راجع كده صلى الله عليه وسلم؟ شايفه وهو ماسك في إيد أمه أيمن وعمال يرجع يفتكر أمه؟ يا يعني إيه ماتت؟ أنا فهمت يعني إيه موت. راجع راجع راجع، وقفت أم أيمن قدام بيت عبد المطلب، خبطت على الباب، فتح عبد المطلب، بص لقى النبي. فين أمه؟ ماتت. من النهاردة هيتنقل النبي من بيت أمه لبيت مين؟ لبيت جده عبد المطلب. عبد المطلب قرب على 90 سنة، راجل كبير عجز. عبد المطلب ياخد الابن في حضنه، حضن دافي قوي قوي قوي، حضن الجد اللي بيحب ابنه حب شديد، ويبدأ يعيش النبي من سن 6 سنين لسن 8 سنين في بيت عبد المطلب. يبقى شفتوا يا جماعة، أول سنتين حليمة، من 4 لـ6، من 2 لـ6 مع السيدة آمنة، من 6 لـ8 في بيت عبد المطلب. عبد المطلب هو النبي كان مبسوط إن هو في بيت عبد المطلب؟ ما كانش متضايق من النقلة دي؟ لا ما كانش متضايق. ليه؟ مش أنا قلت لكم إن أمه كانت بتحببه في أهل أبوه؟ شفت الأم اللي عملت إيه؟ فنجدت ابنها، وياما أمهات بتحرم ولادها، وياما أباء بيحرموا ولادهم من أهل أمه، وقد يكون هيحتاج لهم في يوم من الأيام. حرام عليك، أنت بتحب ابنك؟ أنت أناني بتحب نفسك، وأنت أنانية بتحبي نفسك، ولو ما كنتش أناني أوصل ابنك بأرحامه عشان تحافظ عليه في المستقبل. ما حدش عارف المستقبل في ايه. فيعيش النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الجد. الجد يا جماعة راجل مش بسيط، عبد المطلب راجل عظيم. فاكرين ده اللي وقف قدام أبرهة؟ عبد المطلب له قعدة كل يوم في ظل الكعبة، يفرش العباية بتاعته، ما حدش يقعد على العباية بتاعته اللي هو، بس ده راجل عظيم. وتيجي سادة قريش تقعد قدام عبد المطلب يتناقشوا في أخبار السياسة، في أخبار مكة، في أخبار الاقتصاد مع كبير مكة. متخيلين القعدة؟ عبد المطلب كل ما يروح القعدة دي ياخد معاه مين؟ ياخد معاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم قعده في الحتة اللي ممنوع حد يقعد فيها إلا عبد المطلب بس، عشان بيحبه قوي، فيقعده معاه على العباية بتاعته. فالنبي يقعد مع عبد المطلب على العباءه، هو عبد المطلب جايبه على العباءه عشان يعمل ايه؟ يقعد يلعب، طفل عنده 6 سنين. فإذا بالمفاجأة. ايه المفاجأة؟ ما بيلعبش. امال بيعمل ايه؟ يقعد يسمع أحاديث الكبار.
ما يلعبش، يقعد يسمع للكبار بيقولوا ايه. عبد المطلب راجل ذكي، فلما شاف طفل عنده 6 سنين بيعمل كده يبص لزعماء قريش ويقول لهم ايه؟ ان ابني هذا سيكون له شأن عظيم. بصوا يا جماعة، الشباب دلوقتي بيعمل ايه؟ الناس الكبار قاعدة، هو بيدخل يلعب بلاي ستيشن يعني. يعني انا اعرف شباب يعرف لعيبة الفريق الارسنال واحد واحد باساميهم، بس ما يعرفش اي حاجة تانية يعني، لكن يعرفهم باساميهم. يا شباب اقعدوا مع الكبار واسمعوا، خلي بالكوا خبرات النبي دي هي اللي هتديله الخبرات العظيمة اللي هيتحرك بيها بعد كده. انتوا واخدين بالكوا مفيش معجزات الى الان، لكن ربنا عمال يدي، خد خبرات حياة وهو بيبذل مجهود، خد خبرات حياة. اسمع يا شباب، لما تلاقوا ناس كبار قاعدين بيتكلموا اقعد اسمع، شوف الدنيا فيها ايه، شوف بيقولوا ايه. الموضوع مش كله لعب، مش معنى انك شاب اذا العب الى ان اتم 30 سنة، فتم 30 سنة وانت، انا اسف الكلمة، ابيض يعني، صفحة بيضة، ما عندكش حاجة خالص، ما فيش تضاريس ولا في عمق ولا في حاجة خالص. فاقعد واسمع واحتك ودوس واتعرف وشوف الدنيا فيها ايه. شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم يفضل النبي مع عبد المطلب كل المدة دي لغاية ما يتم النبي 8 سنين، فيحصل اليتم الثالث في حياة النبي. هو كل شوية ثالث يتم في حياة النبي. ايه اللي حصل؟ يحصل شيء شديد، يموت عبد المطلب. ازاي؟ برضو فجأة. الأب في بطن أمه، والأم قدام عينيه في الصحراء، هو اللي يدفنها بإيده وهو عنده 6 سنين. أول ما بدأ يستقر يموت الجد صلى الله عليك يا رسول الله. حاجة صعبة مش كده؟ هيروح فين؟ هيروح بيت عمه. بس أنا عايز أقول لكم حاجة عجيبة جدا. تفتكروا يا جماعة لو واحد حصل له الحاجات دي كلها في حياته يبقى عامل إزاي؟ ها؟ يعني ممكن يحصل إيه؟ ممكن يفقد الرحمة؟ ممكن يبقى طفل يطلع كاره للمجتمع؟ معقد، او على الاقل على الاقل ما يعرفش يرحم الناس. على فكره بعض المستشرقين بيقولوا الكلام اللي انا بقوله ده، قال لك من كتر الحوادث اللي حصلته مش رحيم. لا والله، هو في ارحم من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. طب تعالى بقى اوريك عشان نرد على الحته دي، اوريك في وسط كل اللي حصل له الرحمه عنده عامله ازاي. انظر اليه يوم غزوه احد، يوم ما يتحفر له حفرة وأرض أحد مليانة صخر، فيقع بوجهه فيصطدم وجهه في حفرة فيسيل الدماء من وجهه، تتكسر السنتين، يرشق الحديد في خد النبي صلى الله عليه وسلم بتاع الخوذة، يدخل في خد النبي ويرشق فيها، يطلعوها مش عارفين، لغاية ما يطلعها أبو عبيدة بن الجراح بسنانه يشدها، فينفجر وجه النبي بالدماء، فيغضب الصحابة يقولوا له ادعوا عليهم يا رسول الله، ففي وسط ما الدماء في وشه يقول إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة، إنما أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم، ويرفع إيديه، فبعض الناس تقول سيدعو عليهم، فإذا به يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اغفر لقومي، أصله خاف إن العذاب ينزل عليهم، فبيعتذر عنهم وبيقول له لا يعلمون، دول يا رب مش عارفين، سامحهم. تخيل وهو وشه كله دم. يغفر رحيم لدرجة ان ملك الجبال يوم ما يقول له لو شئت اطبق عليهم الاخشبين، فيرفض النبي، فيقول له ملك الجبال صدق من سماك رؤوف رحيم. رحيم يا جماعة حتى بالضعفاء. كان في واحد في المدينة اسمه زاهر، وزاهر دون كان شكله دميم قوي، شكله وحش مش حلو ابدا، وكان صعب كده، فالصحابة ما كانوش يحبوا يتكلموا معاه. فالنبي داخل السوق مرة فلقى الصحابة كلهم واقفين بيهزروا مع بعض وزاهر واقف لوحده، فيسيب الصحابة صلى الله عليه وسلم الرحيم ويروح لزاهر ويقوم حضنه من ظهره. عارف احنا لما نغمي واحد عينيه من ورا كده، فزاهر مش مصدق ان حد يبقى لطيف معاه، فقال من هذا؟ ارسلني اوعى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم فاكك ايديه، فيلف زاهر عشان يبص فيلاقي النبي عامل له ايديه كده. يقول زاهر فما فرحت بشيء كملاصقة جسدي لجسد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي ياخد ايده ويهزر معاه ويقف في وسط السوق ويقول من يشتري هذا العبد، بيهزر معاه. فزاهر يرد عليه ويقول له اذا تجدني كاسدا يا رسول الله،
فيرد عليه النبي ويقول له: ولكنك عند الله غالي، بس انت عند ربنا غالي يا زاهر. انظر لرحمته بالأطفال. يقول أنس بن مالك: ما رأيت أحد أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في طفل اسمه عمير، وعمير كان عنده طائر صغير، النبي صلى الله عليه وسلم سماه نغير، بيهزر معاه، فكل ما النبي يشوفه يقول له: يا عمير ماذا فعل النغير؟ ففي يوم من الأيام عمير جه فقال: ما لك يا عمير تبكي؟ فقال: مات النغير يا رسول الله، الطائر مات. فخدوا النبي وقعد يلعب معاه لعبة في شوارع المدينة هنا، فالصحابة معديين لقوا النبي بيلعب مع طفل في الشارع لعبة كده بتاعت العيال الصغيرين، فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: مات النغير، فأردت أن ألاعب عمير. نغير مات فحبيت ألاعب. وتاني يوم يروح يزور بيت عمير. عارفين عمير ده مين؟ أخو أنس بن مالك، أخو الخادم بتاعه. يروح يزور بيت أخو الخادم عشان يعزيه ويطبطب عليه في موت عصفورة صغيرة. رحمته رحمته، يعني فقد الأب والأم والجد ما طلعوش شخصية قاسية أبدا، ده تحول الحنان للناس. ده فقد الأب والأم والجد طلع طاقة الحنان، رحمة وعطف على الناس. شوفوا لما يقولك أنا وكافل اليتيم كهاتين ويجمع بين إصبعيه، أصل هو يتيم. فاللي يكون أب للأيتام يكافأ بأنه هو يبقى رفيق الجنة مع سيد الأيتام صلى الله عليه وسلم. شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب إحنا فين دلوقتي؟ إحنا دلوقتي الجد بيموت، وهو بيموت هيعمل إيه؟ هيوصي إن ابنه دون محمد صلى الله عليه وسلم يروح لعمه أبو طالب. إشمعنى أبو طالب؟ أصل أبو طالب شقيق عبد الله أبو النبي. فيقول عبد المطلب لأبو طالب: أوصيك بابني هذا، وسماه ابني. لاحظوا حاجة عجيبة يا جماعة، النبي كده اتنقل بين كم بيت؟ كم بيت؟ 5 بيوت. تعالوا نعدهم كده: بيت أمه في الأول أول ما اتولد، وبعدين بيت حليمة في الصحراء حاجة تانية خالص، وبعدين رجع بيت أمه تاني عاش فيه 4 سنين، وبعدين بيت جده عايش هو ومرات جده، مش جدته لأن جدة النبي ماتت من زمان، فجده اتجوز واحدة تانية اسمها هالة، فعايش مع مرات جده لوحدهم في البيت. وبعد كده هيقعد قد إيه؟ هيقعد 2 سنين، وبعد كده هيتنقل لبيت عمه. بيت فيه كام واحد؟ 10 عيال. 5 بيوت في 8 سنين. يا جماعة احنا عندنا الولد لما بيسيب حضن أمه ويتقال له روح ادرس في كندا مثلا، فبعد 2 أسبوع يعيط لها ويقول لها: عايز أرجع يا ماما، عايز أرجع يا ماما، هو عنده 20 سنة مش قادر يا ماما على الغربة. كم بيت يا رسول الله؟ 5 بيوت في كم سنة؟ في 8 سنين. طب البيوت زي بعضها؟ كل الاختلاف، بيت في الصحراء، بيت فيه جد وجدة عواجيز عايشين لوحدهم مع هذا الطفل، بيت فيه اللي هو بيت عمه أبو طالب فيه 10 عيال محدش فضيله، عشان كده طلع أمي. ما هو طلع أمي ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفيش حد ياخد بيه، مفيش حد يعلمه، محدش فضيله. طب مين اللي أدبك يا رسول الله؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي، هو اللي بيقول كده. شايف يا جماعة أنا عايز أسألك سؤال، أنتوا عارفين أنا نفسي إيه؟ نفسي الحلقة تخلص ونروح نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. صدق والله أنا بتكلم الحلقة دي ونفسي أخلص وأروح أقول له: يا رسول الله يعني أنت يعني أنا بحبك جدا، ونبلغكم سلامكم تاني زي ما اتفقنا إن شاء الله كل يوم بإذن الله. الناس اللي بتشوفنا بتسلم عليك يا رسول الله، فاللي مش هيشوفنا مش هنسلم له. فتخيل اللقطة دي يا جماعة، هو الآن فين؟ 5 بيوت. طب ليه النقل بين البيوت؟ أقول لك ليه النقل بين البيوت، حاجة مهمة أوي، عشان يتعلم الاعتماد على النفس. شايف الإعداد الرباني؟ الأولانية عشان يتعلم حقيقة الحياة، ودي عشان يتعلم الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية والجدية والصلابة والإرادة والمرونة في التعامل مع الظروف. ده عمال يتنقل من بيت لبيت بظروف مختلفة، خلي بالكم النبي هيتعامل مع ظروف متغيرة لما يكبر، فكل الصفات دي عشان لما يكبر محتاجها. ايه رأيكم في إعداد الله تبارك وتعالى؟ شفتوا بقى؟ شفتوا انه احيانا يمنعك ليعطيك؟ يبقى كل المنع اللي عمال يحصل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم عطاء. لكن في حاجة تانية عجيبة قوي يا جماعة، ايه هي؟ انتوا واخدين بالكم ان في وسط الالام الشديدة دي دايما في حضن للنبي؟ ازاي؟ جده حضن ولا مش حضن؟ وحضن حنين قوي، كأن ربنا بياخد منه حاجة جامدة قوي عشان يتعلم وعشان يبقى فيه إعداد ويديله قدامها شوية حنان.
علشان يبقى عنده رحمة. شوفوا التوازن الإله، شوفوا ترتيب ربنا الكون وإزاي يعني سبحان الله ياخد منه أمه يدي له حضن جده، ما يعوضش أبدا، ما يعوضش عن حضن الأم، لكن يدي شوية حنان. طب ومرات جده هالة، دي مش جدته كمان، لكن خلي بالك شوف ترتيب ربنا، هالة دي تبقى مين؟ دي تبقى بنت عم آمنة بنت وهب أمه عشان تدي له حضن تاني. طب ومين كمان؟ وبعد كده يدي له حضن أبو طالب اللي ما أسلمش لكن فضل واقف جنبه، ويدي له حضن مين كمان؟ يدي له حضن مرات أبو طالب فاطمة بنت أسد اللي هتبقى حماة بنته بعد شوية، أم علي بن أبي طالب هتبقى حماة السيدة فاطمة، هي اللي ربته رضي الله عنها وأسلمت بعد كده. حضن ورا حضن ورا حضن. عرفتوا يا جماعة تفسير قول الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى؟ شفتوا معناها؟ احنا خليناك يتيم علشان تطلع قوي، عشان انت نبي اخر الزمان، لكن عمرنا ما منعناك من الحضن اللي يطبطب عليك. يا اله الا الله على ترتيبه في كونه، على ادارته لكونه. يا جماعه اوعوا تنظروا للاحداث الصعبه في حياتكم، ليه يا رب عملت فيها كده؟ خلاص بقى اتعلموها بقى، تعلمناها يا جماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم ايه؟ لو الدنيا ظلمت قوي قول يمكن ربنا بيعديني الموضوع كبير في المستقبل، لعله بيعديني لحاجه كبيره. يا شباب بالذات لو الدنيا قست عليك اعرف ان ربنا بيجهزك لحاجة كبيرة. لو تعبت، لو سبت بلدك، لو حصل لك كذا، لو حصل لك كذا، اعرف ان ده اعداد وان ربنا بيجهزك لشيء عظيم. اقول لكم حاجة عجيبة قوي، شوفوا ربنا مع كل انبياءه بيحبهم قوي لكن يعرضهم لصعوبات جامدة جدا، لكن لازم يعزهم في الاخر. يا جماعة الدنيا كده، انظر الى نوح عليه السلام بالامس يضرب ويستهزأ به و و و و و ثم بعد قليل ينجو في السفينة ويهلك أعداؤه. انظر إلى إبراهيم عليه السلام بالأمس يلقى في النار ثم بعد قليل يصبح خليل الرحمن وينجو من النار. انظر إلى يعقوب عليه السلام بالأمس يفقد بصره من البكاء لفقد الحبيب يوسف، ثم بعد قليل يعود البصر ويعود معه الفرحة بحضن الحبيب يوسف. انظر إلى موسى عليه السلام بالأمس يخرج خائفا من مصر ثم بعد قليل يعود منتصرا ويصبح كليم الرحمن. انظر إلى عيسى يتهم هو وأمه بحملها فيه ثم بعد أيام قليلة يصبح معجزة يشهد بها الأرض كلها. انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالأمس يتيم في مكة ثم بعد قليل وحيخرج منها خائف وحيخرج منها يعني مطرود، ثم بعد قليل يعود إليها منتصرا يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. عرفتوا ترتيب ربنا في كونه يا جماعة؟ عرفتوا إعداد ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم كان عامل إزاي؟ النبي فين دلوقتي؟ النبي دلوقتي في بيت أبو طالب، هيقعد في بيت أبو طالب من دلوقتي سنين طويلة لغاية ما يبقى عنده 25 سنة. كل ده قاعد فين؟ في بيت أبو طالب، في نفس البيت. البيت فيه كام؟ فيه 10 أولاد. زي مين؟ في بقى عقيل ابن أبو طالب، وفي جعفر ابن أبي طالب، وفي علي ابن أبي طالب. لا مفيش علي ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب ده النبي عنده 8 سنين، علي ابن أبي طالب ده النبي هيربيه بعد سنين طويلة. يا جماعة أبو طالب فقير، كانوا بيأكلوا إزاي؟ الأكل قليل، بيمد إيده ولا حس إن هو غريب ولا مندمج؟ خلي بالك البيت فيه اتنين، واحد هيبقى من ألد أعداء وواحد هيبقى من أشد أحبابه. عقيل هيبقى من ألد أعداء النبي، وجعفر هيبقى من أعز أحباب النبي. خلي بالكم النبي تربى في البيت ده وهو عنده 8 سنين، وبعد سنين طويلة هياخد علي بن أبي طالب يربيه في بيته لما علي يبقى عنده 8 سنين. ليه؟ وفاء لأبو طالب. شفتوا رجعنا للوفاء تاني؟ شفتوا الست اللي ربته اللي اسمها فاطمة بنت أسد مرات أبو طالب؟ عارفين النبي بعد 20-30 سنة هيعمل إيه معها؟ لا 30 سنة إيه؟ بعد 50 سنة اتدفنت هنا في البقيع في المدينة فاطمة بنت أسد، حمات بنته أم علي بن أبي طالب، اتدفنت هنا في البقيع. عارفين عمل إيه النبي؟ قلع العباية بتاعته، ما كانش عنده عباية غيرها والدنيا كانت برد في الشتاء، وقال والله لا أكفننها في عبائتي، وينزل قبرها قبل ما هي تنزل ينام فيه. ليه تنام فيه يا رسول الله؟ رحمة بها، عشان يبقى القبر رحمة ليها. يا بختها يا بختها. ويكفنها في العباية بتاعته وينزلها القبر ويبكي على قبرها بكاء شديد. كان بيبكي أكتر من علي بن أبي طالب، بيبكي أكتر من ابنها. فقالوا له لما تبكي هكذا يا رسول الله؟ قال إنها فاطمة ربتني وأنا صغير،
فقالوا يبكي وفاء لها. يا الوفاء تاني؟ هو احنا كل ما نسيب الوفاء نرجع له؟ ست اسمها آمنة بنت وهب وفية لجوزها ابو النبي، وابو طالب عم النبي وفي لابوه عبد المطلب اللي وصاه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي وفي لمرضعته. ايه ده؟ ايه الوفاء ده؟ درس النهارده الوفاء فيه كبير قوي. بالله عليك الوفاء، بالله عليك يا جماعه بعد الحلقه دي تدور على الناس اللي وقفوا جنبك في حياتك وتشكرهم وتقول لهم كتر خيركم، وتكون جدع معاهم وتعمل حاجه مفيده معاهم. طيب هو السن كام دلوقتي؟ شوف احنا كده ماشيين بالترتيب، عشان ايه؟ في ناس امبارح كانت بتقول لي احنا مش عارفين الترتيب ماشي ازاي. احنا ماشيين بالترتيب اهو. من سنتين رضاعه، وبعدين عاش في بيت امه، وبعدين عاش في بيت جده، ماتت امه ومات جده، هو الان في بيت عمه. عنده قد ايه؟ عنده 8 سنين. هيروح لعمه يقول له حاجه عجيبه قوي. قال يا عمي اريد ان اعمل. ليه؟ هو حاسس ان هو في البيت، البيت فيه 10 وابو طالب فقير. طفل عنده 8 سنين عنده الوعي ده، انا عايز اساعد في البيت، اريد ان اعمل، مش عايز ابقى عاله. سامعين يا شباب؟ واحد تاني كان يقول ايه؟ اديني قاعد في بيت عمي يعني نتمطع كده، وانا يتيم بقى وغلبان، وايه وادينا عايشين وهناكل ونشرب ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا. في ناس كتير عايشه كده. لا، مش ده النبي. ما تجيش بقى وتقول بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تدعيش كلام مش صح. بتحب الرسول وريني بتشتغل ايه؟ هو جاني بتجتهد في الدنيا، بتنحت في الصخر عشان تشتغل وتاكل وتاخد لقمه عيشك ولا لا؟ اوعى تفتكروا يا جماعه ان النبي ابتدى يعني واحد ماسك مصحف عمال يقرا قران ويصلي طول النهار وهو ده الاسلام. بص على النبي، بص بقى البدايات، ما احنا بنحكي بدايه. خلي بالك بدايه النبي خطيره جدا. هتعمل ايه يا رسول الله؟ عايز اشتغل. طب ده انت 8 سنين، فعمه يقول له لا، والنبي يوصي هشتغل، مش هقبل ابقى عاله. اوعى تقبل تبقى عاله. طب هنشغلك ايه في سن 8 سنين؟ مفيش غير شغلانه بس عيب قوي، ده انت ابن سيد قريش. ايه هي؟ راعي غنم. دي الشغلانه بتاعت يعني البسطاء قوي قوي قوي. هشتغل، هشتغل راعي غنم، هنزل واشتغل. يا مش عيب. وهو اللي حكى، ما كسفش، هو اللي قال صلى الله عليه وسلم كنت ارعى الغنم. بيقول ما بعث الله نبيا الا ورعى الغنم. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال نعم، حتى انا كنت ارعاها لاهل مكه على قراريط، يعني يدوني شويه قراريط، يعني اجر قليل قوي 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 صلى الله عليه وسلم. شايف قيمة العمل؟ هشتغل وهعمل. طب يا رسول الله اشمعنى رعي الغنم؟ ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. اشمعنى الغنم؟ اصل الغنم بتعلم الحلم. رعي الغنم يعلم الحلم ويعلم الصبر ويعلم انك تجمعها لما تتفرق، لانه هيجمع امه بعد شويه. وتعلم انك تحافظ عليها من اعدائها، يحسن يجي الديب ياكلها لانه لازم يحمي امه بعد كده. شايف؟ طب اشمعنى الغنم؟ ليه مش راعي البقر ولا راعي الابل؟ لان الغنم اكتر حاجه بتتفرق، الابل والبقر يحبوا يقعدوا مع بعض، الغنم بتتفرق عشان يتعلم ازاي يجمع 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 يجمع. ايه التدريب؟ ايه الاعداد الرباني الغير عادي دول؟ هتقعد قد ايه ترعى الغنم يا رسول الله؟ من سن 8 لسن 15 سنه. ها عندك كام دلوقتي يا رسول الله؟ عندي 15 سنه. هتعمل ايه؟ هروح لابو طالب. هتقول له ايه؟ عايز اغير المهنه بتاعتي. ايه؟ عايز اشتغل شغله اكبر من كده، عايز اشتغل شغله جديده. عايز تشتغل ايه؟ خدني معاك في التجاره للشام. هو اللي بيعرض يا شباب قيمه العمل. نبيكوا كده يا شباب يلي عندكوا بطاله، شايف النبي عمال يدور هنا وهنا ازاي نجيب شغل، ازاي نشتغل، ازاي ننجح. هتقعد تشتغل في التجاره من سن كام لسن كام؟ من 15 سنه ل 35 سنه. كام سنه؟ 20 سنه. طب اشمعنى التجاره؟ خلي بالكوا اكتر واحد يعرف صفات الناس مين؟ التاجر. لانك بتتعامل في الفلوس. لان انت في الجامع الناس كلها حلوه وبتصلي، لكن تعالى نتفرج بقى لما نتعامل في الفلوس فما ينخدعش. فلو طلع النبي متربي في الجامع وبس زي شباب كتير متدين وساذج، انا اسف اقول الكلمه، يطلع مش فاهم دنيا. لكن ده تاجر 20 سنه يعرف يخبزك، يبص في عينك يعرف انت ايه. اكتر واحد يعرف شخصيات الناس التجار. شفت اعداد ربنا؟ شايف؟ بس خلي بالك في معجزات لغايه دلوقتي؟ لا خالص. طب ما ايه اللي بيحصل؟ الاعداد ده كله ايه؟ مدرسه الحياه. طب والنبي عمل ايه؟ بيرمي نفسه بس. كان ايه الدرس؟ يا شباب
ارموا نفسكم في مدرسه الحياه زي النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اتعلم دي، يا عم شغلني في دي، يقعد يسمع الكبار بيقولوا ايه. ما هي الدنيا كده. فاكرين قصه يوسف السنه اللي فاتت لما قلت ازاي سيدنا يوسف اتعلم الاقتصاد؟ كان في بيت العزيز وهو عبد يقعد يسمع العزيز بيمشي الدنيا ازاي. هم اللي بينجحوا كده يا جماعه. كان قصه النبي وكان قصه يوسف قصه نجاح انسان اجتهد في الدنيا واتعلم واتدرب واجتهد، وربنا ساعتها يفتح له الفرص، يحط له الفرص قدام عينيه. يا شباب ده أغلى درس النهاردة. تجربة النبي حتى الآن من إعداد الله تبارك وتعالى له تجربة إنسان هو اللي عايز يشتغل، هو اللي عايز يعمل، مش بيستسلم للبطالة، مش يقول أنا هتعلم منين، أنا ما عنديش فرصة أن أنا أتعلم. شايف النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك حصل حاجة تانية عجيبة جدا في سن 15 سنة. حصل يبقى هو دلوقتي إيه؟ راعي غنم اتعلم فيها حاجات، وتاجر اتعلم فيها حاجات، فضل إيه؟ وهو عنده 15 سنة حصلت حاجة عجيبة قوي. ايه هي؟ حصلت حرب بين قريش وبين حرب اسمها الفجار، من الفجر، لانها حصلت في الاشهر الحرم فسموها حرب الفجار، يعني ده فجر. فاعتدي على قريش، فالنبي حارب في المعركه دي عشان يتعلم فن الحرب يبقى تاجر. وفقد ابوه امه واتنقل بين بيوت. شوف الاعداد، شوف الاعداد، شوف الشخصيه هتطلع عامله ازاي في الاخر. وايه؟ وبياخد حضن وحنان قليل شويه من بعض القرايب. وايه كمان؟ وتعلم التجاره والتعامل مع الناس، والتجاره فيها سفر، فتعلم شخصيات المجتمعات المختلفه. وايه كمان؟ وتعلم رعي الغنم وتجميع الناس. وايه كمان؟ اتعلم فن الحرب. وهو عنده 15 سنه، لمده 18 سنه حصلت حرب اسمها الفجار في مكه، وشارك النبي فيها، وكان بيضرب بالنبل، والمعركه كانت كر وفر، فتعلم فن الحرب. وتعلم بعديها بعد ما الحرب خلصت، قامت قريش عملت معاهده سلام اسمها حلف الفضول، فتعلم ازاي السلام بيتعمل والمعاهدات بتتعمل. ايه الاعداد الرهيب ده يا رب؟ فن الحرب عنده، فن السلام عنده، ازاي تعمل معاهده. وهو يحكي يقول انا حضرت معاهده حلف الفضول، ازاي تاجر، ازاي يرعى الغنم، بس حط نفسك. نوقف على كده؟ نوقف على كده.